ثم تنطوي الأيام، فلا يصبح لخيبر ذكر في التاريخ، في التاريخ ما بعد الهجرة، حتى يأتي اليوم الذي أجلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير. ويهود بني النضير أحد فرق اليهود الثلاثة التي سكنت المدينة، بنو قريضة وبنو قينقاع، وهؤلاء بنو النضير. وكان فيهم، في نسائهم، شيء من الجمال، وكانوا يملكون أموالا كثيرة جدا. فلما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يظهروا أن شوكتهم لم تنكسر، وأن الجلاء لم يغير فيهم شيئا، فيمموا خيبر، أي قصدوا خيبر. الآن يأتي ذكر خيبر مرة أخرى في التاريخ، في السيرة النبوية. فيمموا خيبر وخرجوا من المدينة، معهم الدفوف والمزامير والقيان يضربن بها، في محفر جليل يرونه، يريدون أن يظهروا أن شيئا ما لم يحصل، وأن الشوكة لم تنكسر، وأنه أن صنيعهم هذا يغلب على الظن أنه يغيظ أهل الإسلام. فخرجوا من جهة جبل تيأب حتى أتوا إلى خيبر، فسكنوها وكانوا أهل مال، فأصبح من يسكن خيبر من قبل يعمل عندهم. ونخل وخيبر أرض ذات زروع، قلنا إنها واحة ذات زرع، لكن أجواءها، مناخها، يقول أهل التاريخ قديما كان وخما، أي كثيرا ما تكثر فيها الحمى. وفي هذا أمور شتى ذكرها الجاحظ وغيره من أهل الأدب، ممن يعنى بجمع الآثار الأدبية، كما نجده عند المبرد في الكامل، كما نجده عند ابن عبد ربه في العقد الفريد، كما نجده عند الأصفهاني في الأغاني، كما نجده عند الجاحظ في كتاب الحيوان والبياني والتبيين، وغيرها من ضروب الكتب الأدبية. لكن هذا نحن معزل عنه، نحن نتكلم الآن عن خيبر بوصفها أثرا له علاقة بالإسلام. سكن اليهود خيبر وزرعوها بأموالهم، استعملوا الزراع، استعملوا العبيد والغلمان، وبقوا فيها، لكنهم العداوة المتأصلة فيهم للإسلام باقية، فأخذوا يتحالفون مع غطفان، وكانت غير بعيدة عنهم، يحاولون بذلك أن يصلوا ذات يوم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما علم أمته القرآن، كما علم أمته السنة، علمهم كذلك ما يعينهم على السياسة الشرعية. فلم يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ولا إلى صنيع يهود وما يكيدونه من مؤامرات، جعل ذلك أمرا مؤجلا مرجئا، وعمد إلى قريش، حتى انتهى الأمر به مع قريش إلى ما عرف بصلح الحديبية. لما وقع صلح الحديبية كان من شروط ذلكم الصلح أن يكف الناس بعضهم عن بعض، بمعنى أنه لا يتأتى لقريش أن تأتي المدينة غازية، ولا يتأتى للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يأتوا مكة غازين. فوضعت الحرب أوزارها هدنة ما بين قريش والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذه الحقبة والنبي عليه الصلاة والسلام منصرف في العام السادس من الحديبية، بعد ذلك الله عز وجل أنزل عليه قوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. فالذي عجله الله عز وجل هو الفتح الذي قال الله فيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وأما المغانم وهي الوعد الإلهي من الله عز وجل لنبيه، فكان ما عده الله عز وجل من عظيم العطاء لنبيه في خيبر. لما عاد عليه الصلاة والسلام مكث في المدينة شهر ذي الحجة وأوائل شهر الله المحرم من السنة السابعة على أرجح الأقوال عند جماهير أهل السير والتفسير، ثم إنه صلى الله عليه وسلم جعل على المدينة أحد الصحابة من غفار، وتوجه عليه الصلاة والسلام إلى خيبر حتى دنا منها. فلما دنا من خيبر أحب أن يأتيها من جهة الشمال لا من جهة المدينة، لأن المدينة جنوب خيبر، وأحب صلى الله عليه وسلم أن يأتيها من جهة الشمال حتى يقطع على اليهود أن يفروا إلى الشام وإلى تيماء، وفي الوقت نفسه يقطع عليهم أن تغيثهم قطفان. فأتى صلى الله عليه وسلم خيبر من الشمال، لكنه قبل ذلك سأل من كان معه ممن يدله على الطريق، فأخبر أن هناك أربعة طرق تؤدي إلى ذلك الموضع الذي يريد صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ يسأل عن الطرق طريقا طريقا، فقيل له: هذا الطريق واسمه حزن، فأمسك، وقيل له شاش، فأمسك، حتى قيل له: بقي طريق واحد. قال: ما اسمه؟
قالوا مرحب، فقبل عليه الصلاة والسلام وقال سيروا على بركة الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام من سيرته من هديه يحب الأسماء الحسنة يتفاءل بها صلوات الله وسلامه عليه، ولا ينبغي أن يأنف الناس من هذا، فإنه قلما يكون هناك فصل ما بين الاسم والمسمى. دخل عليه الصلاة والسلام خيبر من جهة الشمال، من جهة الشام. لما دخل قبل أن يصل إليها، قبل أن يدنو منها، قال عليه الصلاة والسلام يدعو ربه حتى يعلم الأمة أن الإنسان مهما أخذ من الأسباب المادية لا بد له من أسباب معنوية تتعلق بصلته بالله. فهو عليه الصلاة والسلام معه جيشه، وعزل يهود عن تيماء وعن الشام، اختار الطريق الذي يراه أسلم، ومع ذلك وهذا هو الأصل عمد إلى أن يلجأ إلى ربه. قال اللهم رب السماوات السبع وما أضلن، ورب الأراضين السبع وما أقلن، ورب الشياطين وما أضلن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. وبعد عليه الصلاة والسلام غير بعيد عن خيبر ليلته تلك. فلما أصبح كانت اليهود قد خرجوا إلى مزارعهم، فلما خرجوا ومعهم المساحي والمكاتل رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فألقوا ما في أيديهم من الفزع من الرعب. والنبي عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة عنه أنه نصر بالرعب صلوات الله وسلامه عليه، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فأخذ اليهود يلقون ما بأيديهم ويقولون محمد والخميس، محمد والخميس، يقصدون بلفظ الخميس الجيش. فقال عليه الصلاة والسلام حينها الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر. تفاءل بالحال، تفاءل بما وقع منهم، تفاءل بالمساحة التي كانت في أيديهم، وقد وقع في خاتمة الأمر ما تفاءل به رسولنا صلى الله عليه وسلم. خيبر يوم ذاك كانت ذات حصون، حصن ناعم وحصول غيرها، فاليهود تترسوا فيها. شق الحصار على الصحابة للجوع الذي أصابهم، فعمدوا إلى ما يعرف بالحم الأهلية، الدواب التي تركب المعروفة، فجعلوها في القدور. وكان يوم ذاك لم ينزل شيء فيها حلا ولا حرمة، وإنما بقي الأمر على أصله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك منعهم منها وأخبر أنها حرام. وفي هذا كما يقول أهل العلم إظهار جيد وبيان جلي إلى أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع. الله عز وجل قال في كتابه العظيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فليس في هذا كله مما حرمه الله عز وجل ذكر للحمر الأهلية، لكن لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية قبل الصحابة ذلك كله، لعلمهم يقينا أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع. وهو عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، يقصد سنته. فلا ينبغي بعد ذلك أن يأتي أحد من أي طائفة أو من أي فرقة فيماري في سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لما اشتد الحصار كان كلما أخذ الراية أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر الله لا يفتح الله عز وجل عليه، حتى شق الأمر على الناس. فقال عليه الصلاة والسلام ذات ليلة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس كلهم يتمنى أن يكون ذلكم الرجل، لأن في ذلك منقبة عظيمة، إن في ذلك منقبة عظيمة له. فلما أصبح دعا صلى الله عليه وسلم عليا فأخبروه أنه يشكو عينيه، فكان منه صلى الله عليه وسلم ما برئت بسببه عيني علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم أعطاه الراية. لكنه بيّن له قبل ذلك أن المقصود من هذا القتال ليس سفك الدماء وليس إزهاق الأرواح، وإنما المقصود منها أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، وأن يكف أهل الشر عن المسلمين شرهم، هذا هو المقصود. ليس كما يظن البعض عفى الله عنه وعنهم أن المقصود من الجهاد في الإسلام سفك الدماء وإزهاق الأرواح، هذا لا يكون البتة. ولهذا لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية ابن عمه عليا لم يقل له
إنك إذا قتلت كذا لك كذا، وإذا قتلت 50 أو 70 فلك كذا. وإنما قال له، أمره أن يدعو الناس إلى الإسلام، أي ناس، ولا أن يتكلم عن اليهود. فقال عليه الصلاة والسلام له في خاتمة المطاف، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكان يرغب عليا في أن يدعو قبل أن يقاتل، في أن يسلم الناس على يديه قبل أن تسفك الدماء على يديه، في أن يدخل الناس في دين الله قبل أن ترتفع الرايات. وهذا هي الحقيقة الكبرى التي بعث الله عز وجل بها الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما قال ربنا. المراد، أتى علي رضي الله عنه أرضاه أهل خيبر، ووقعت له معارك أظهر فيها بجلاء رضوان الله تعالى عليه ما أتاه الله عز وجل من الشجاعة. والحق أن علي رضي الله عنه أرضاه يصعب أن يقارن بأحد في شجاعته، يصعب أن يقارن بأحد في شجاعته. وقد كان يرجز ويقول، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وأمه فاطمة بنت أسد، فسمته حيدرة لأنها كانت تريد أن تسميه على اسم أبيها أسد، وحيدر اسم من أسماء، اسم من أسماء الأسد. فكان علي رضي الله عنه أرضاه الشجاعة تتمثل فيه، فتح الله عز وجل على يديه فتحا عظيما، فجمع ما بين منقبتين، منقبة قلب، كل كلام يتعلق بالقلب، منقبة محسوسة وهي شجاعته وفتكه بالأعداء، وهذا أمر ظاهر، فلا يأتي أحد ولم يأتي أحد يماري بشجاعة علي، فلم يأتي أحد ولن يأتي أحد يماري بشجاعة علي إلا من سفه نفسه، فإن شجاعة علي أوضح من الشمس في رابعة النهار، فهذا شيء ظاهر. وأما إيمان علي فكل أحد إيمانه خفي لا نعلمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعلي بقوله ليلة أن أعطاه الراية، لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن في قلب علي عظيم المحبة لله وعظيم المحبة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا أعظم وأجل، قال يحبه الله. فشهد نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق أن الله عز وجل يحب علي بن أبي طالب، وشهد هو لنفسه عليه الصلاة والسلام أنه يحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فمحبة علي دين وملة وقربة نتقرب بها إلى الله عز وجل، نحبه ونحب أصحاب الكساء الحسن والحسين وفاطمة الزهراء أم الحسن والحسين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، البضعة النبوية والجهة المصطفوية، سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها رضوانا عظيما. والمقصود أيها المباركون الحديث عن خيبر، وكيف أن الله عز وجل فتحها على يدي هذا المجاهد العظيم المبارك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه